السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. إخواني، إن شاء الله بدنا نتكلم في موضوع كيف نأخذ بيانات محركات الثلاثة فاز أو الواحد فاز، على أساس أنه هذا موضوع مهم جدا في إعادة لف المحرك. فإذا إحنا أخذنا البيانات بالشكل الصحيح، يعني بصير عندنا لف المحرك سهل وبسيط وما في أي مشاكل. لكن إذا غلطنا في البيانات، فطبعا المحرك ما راح يشتغل بشكل سليم وراح يحصل مشاكل. وإن شاء الله راح أنا أصور يعني أكثر من فيديو بهذا الموضوع، على أكثر من قدرة وأكثر من حجم لمحركات، على أساس إنه إحنا نتعرف على طرق توصيل الشركات، خاصة التوصيل الخارجي للأسلاك اللي خارجي للروزيتا، عشان نتعرف إنه على طرق توصيل هاي الأسلاك للشركات ونكتشف توصيلة المحرك بكل سهولة، ونشوف إذا إحنا بنقدر نعمل تعديل عليها أو لا، أو نلفها زي ما هي، وربنا يسهل ويقدر لنا الخير لنا ولكم إن شاء الله. طبعا عندي أنا هذا المحرك، خمسة ونص حصان، عارف إذا واضحة اللوحة، خمسة ونص حصان، الجهد 220-380، الأمبير 24.2 على الدلتا و 14 أمبير على الستار، سرعة 1450 هيرتز. طبعا في البداية بنشوف الروزيتا احنا شو توصيلها. الآن أنا عندي الروزيتا ما عليها كونكشن، يعني ما عليها توصيلات. الرجل حكى لي إنه فكها، لكن إحنا من خلال اللوحة بنعرف مدام الفولت، مدام الجهد 220-380، إذا هذا بيشتغل ستار عنا في البلد أو أي بلد فيها 380 فولت، إذا بيشتغل ستار، بكون توصيل لروزيتا ستار، لأنه عندنا الجهد مكتوب 220 على الدلتا 380 على الستار، إذا هذا المحرك بيشتغل ستار. إذا أنا لو ما في هون توصيل على روزيتا، بفهم إنه من اللوحة بفهم إنه هذا المحرك بيشتغل عندنا أو في البلد اللي فيها 380 بيشتغل على الستار. طيب، والآن بدنا نسحب الأسلاك الموجودة هون ونشوف على رأس سلك من جوا شو ملحوم، كم سلك من الملفات ومن أي مجموعات هاي الملفات الأسلاك خارجة، على أساس إنه إحنا نعرف التوصيل. خلوني أفككم وأرجع لكم. طبعا إحنا في البداية بنفك الروزيتا، فك براغ الروزيتا ونقطع الأسلاك الموجودة على الروزيتا. بنلاحظ انه دائما الاسلاك الستة اللي خارجة بتكون خارجة من مجموعتين، كل مجموعة ثلاث اسلاك، كل ثلاث اسلاك من جهة، يعني هاي في ثلاث اسلاك من جهة اليمين وثلاث اسلاك من جهة الشمال. طبعا بداية فاز بتكون من جهة مثلا اليمين ونهايته بتكون من جهة الشمال، وبداية الفاز الثاني من اليمين ونهايته من الشمال، وبداية الثالث من اليمين ونهايته من الشمال. طبعا الان بنقلب المحرك، بنحاول نفك الخيط عساس نطلع راس الأسلاك. طبعا المحرك مليان مية، يعني هو محروق نتيجة مية إذا بتلاحظوا. احنا بنحاول نفصل الاسلاك كلها عن بعض.
طبعا هاي الأسلاك الستة. لو بنلاحظ احنا كل سلك عليه معكرونة واحدة، كل سلك من الأسلاك الستة عليه معكرونة واحدة، ممكن هذا يكون أوضح. لاحظوا معكرونة واحدة. الآن بنشوف المعكرونة خارجة من مجموعة واحدة أو من أكثر من مجموعة، وبنشوف إذا كان الأسلاك اللي فيها. أحيانا الشركات بتعمل بتحط معكرونة واحدة لكن بتوصل سلك من المجموعة اللي من هون وسلك من المجموعة اللي جنبها، يعني مش من نفس المجموعة. أنت أول ما تتطلع بتعتقد إنه المعكرونة هاي طالعة أو خارجة من مجموعة واحدة، لكن أحيانا بعض الشركات بيكون في أكثر من سلك في المعكرونة، مخرجين سلك من المجموعة اللي من هون وسلك من المجموعة اللي هون، يعني توصيل توازي، ولكن بحطهم في معكرونة واحدة. تتويه إلنا على أساس إنه إحنا ما نعرف، لازم ننتبه نشوف إذا معكرونة واحدة، وبعدين نشوف الأسلاك اللي نحاول نرفع المعكرونة، نشوف الأسلاك خارجة من مجموعة واحدة أو من أكثر من مجموعة. لاحظوا الآن عندي هاي الأسلاك اللي في المعكرونة خارجة من مجموعة واحدة، خارجة من مجموعة واحدة. إذا هذا المحرك توصيله توالي، توصيله توالي. حتى لو ما في وصلات، لو ما أخرجنا وصلات، بكفيني أنا هذا السلك هيك إني أعرف إنه خارج من مجموعة واحدة، معناته التوصيل توالي، التوصيل توالي. وطبعا ملفوف بأكثر من سلك، بنفكهم وبنشوفهم إحنا، لكن الفكرة إنه إذا إحنا شفنا معكرونة واحدة خارجة من مجموعة واحدة، إذا التوصيل توالي، التوصيل توالي. وإذا في إشي يأكد لنا أكثر ما في مشكلة، لكن إحنا هيك متأكدين إن التوصيل توالي. وهذا المحرك على أساس نعرف إحنا التوالي إله إيش هو، بداية في بداية ولا نهاية في نهاية. زي ما حكينا بنستعمل طريقة الواحد اثنين ثلاث، نيجي من عند فتحة الأسلاك وبنقول هاي المجموعة، بنقول عنها واحد اثنين ثلاث واحد. إذا هاي المجموعة المقابلة وهاي المجموعة من نفس الفاز، ولو عدينا منها نفسها كملنا واحد اثنين ثلاث واحد. لاحظوا رجعنا على المجموعة الثانية، إذا لا بننتهي هون في هاي. إذا أنا عندي مجموعتين، مجموعتين في الفاز، ولاحظوا المجموعتين بعيدين عن بعض، يعني في ملفات وفازات أخرى بينهم. هاي المجموعة مثلا تنتهي هون وهاي المجموعة بتبدأ من هون، إذا هذول مجاري فيهن فازات أخرى بينهم، فإذا هذول المجموعتين متباعدات، إذا هذول المجموعتين متباعدات. وبما أنه التوصيل توالي والمجموعات متباعدة، إذا التوصيل التوالي له بكون نهاية في بداية، نهاية في بداية. فإحنا عرفنا الآن أنه هذا المحرك توصيله توالي ومتباعد، وتوصيل التوالي له نهاية في بداية، وهيك إحنا عرفنا البيانات. طب إحنا عشان نتأكد مثلا، مع أنه إحنا هيك متأكدين، لكن أنا لكم عشان أنتوا تشوفوا التأكيد، بنلاحظ أنه هنا هي في وصلة بدون معكرونة. لاحظوا هيها وصلة بدون معكرونة، لاحظوا هاي أنا بصراحة شفتها بالصدفة الآن. هيها وصلة، واصلة من هاي المجموعة للمجموعة هاي، واصلة من المجموعة هاي للمجموعة هاي. طيب إحنا وقفنا عند المجموعة هاي وعدينا منها عشان نشوفهم إنه من نفس الفازة ولا، بنقول واحد اثنين ثلاث واحد. إذا هن من نفس الفاز، إذا هن من نفس الفاز، وهاي نهاية في بداية، هاي نهاية في بداية. لو نلاحظ نتأكد إنه من هاي المجموعة، نعم هايها من هاي المجموعة. إذا التوصيل نهاية في بداية، هاي هي وصلة لقيناها، وهيك إحنا تأكدنا 100% إنه التوصيل توالي لهذا المحرك. هاي هي الطريقة، طريقة سهلة وطريقة مش صعبة، نقدر نتأكد. إحنا بكفينا إنه نشوف سلك واحد من مجموعة واحدة، ونشوف المجموعات متباعدة أو متقاربة، وبالتالي بنعرف التوصيل. إذا لقينا وصلة وحبينا نتأكد تأكدنا، لو ما لقينا وصلة خلاص انتهى. إحنا معلومات السلك اللي أخذناه هذا أعطانا معلومات المحرك بالكامل. إذا هذا المحرك متباعد، توصيله نهاية في بداية، توالي لأنه عليه سلك واحد معكرونة واحدة خارجة من مجموعة واحدة. وهاي هي، إن شاء الله أنكم تستفيدوا. أنا راح أحاول أصور أكثر من فيديو بهاي الأمور اللي هي أخذ بيانات محركات ثلاثة فاز، على أساس أنه إحنا نسهل عليكم
هذا الموضوع يكون سهل لكم، لأنه موضوع أخذ البيانات موضوع مهم جدا، ممكن تضيع بيانات المحرك وتصير تدور على بيانات وتصير عندك مشكلة يعني. فإن شاء الله نركز في هذا الموضوع جدا، وراح أنا أصور إن شاء الله عن كيف نأخذ بيانات التوازي، كيف نأخذ بيانات نصف التوازي والدبل توازي وهاي الأمور. وفي الأخير زي ما بنصحكم وبنصح نفسي دائما، لا تنسوا صلواتكم الخمسة، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.